أن أنهي هذا اللقاء أسأل عن مدى رضا الطلبة عن امتحانات سنة رابعة اللي هي كان معمول لأن أنا متابع مع حضرتك دايماً كل امتحانات يتعمل عليها دوشة ومش ممكن وهو الآخر وبعدين في النهاية يجدوا أن الامتحان هو جزء يعني مثلاً قعدت ناس كتير تسخر من الأسئلة اللي كانت موجودة بس ما كانوش عارفين أنه الأسئلة اللي موجودة دي لطلبة سنة رابعة هي موجودة في المنهج يعني الأسئلة مش محطوطة أن الطالب يجاوب لا يعني هو عنده حاجات تعلمها في هذا المنهج جات له في الامتحان فأنا شايف أنها كانت يعني ما حصلش أي مشاكل كبيرة في امتحانات رابعة ابتدائي لا بالعكس امتحانات رابعة ابتدائي مشيت بشكل أكثر من ممتاز ومتهيألي السادة أولياء الأمور كلهم ارتاحوا جدا بعد ما شافوا الامتحانات لأنه كانوا بيفكروا في هذه المناهج بالفكر القديم مهما قلنا كانوا خايفين جدا من الامتحانات اللي مفكروا بالطريقة القديمة الكلاسيكية ما كانوش قادرين يستشفوا من الكتب شكل الامتحان متهيألهم ان احنا هنحفظ الكتب دي الحاجة الجميلة ان الاطفال اللي ما بنسمعش منهم كتير اتعلموا كويس جدا ولو شفت حضرتك تعليقات الاطفال بقى هتعرف ان احنا حققنا حاجة كبيرة جدا الولاد طالعين مبسوطين جدا وما عندهمش اي مشكلة مشكلة كانت عندنا احنا الكبار اولاد النظام القديم مش قادرين نتخيل التغيير ولكن اعتقد الامتحانات دي فرقت كتير هو في برضو نقطة مهمة عمرو ينبغي الاشارة اليها احنا بنحاول بقالنا 3-4 سنين ويمكن ده مربط الفرس بنحاول نقول يا جماعة احنا بنتعلم علشان اشياء كتيرة المناهج الجديدة دي مبنية حوالين مهارة مطلوبة زي ما حضرتك شايف التخصصات اختلفت قد ايه في الدنيا عاوزين الجيل ده يبقى عنده مهارة بجد طب بنقول لهم احنا بنيين الكتب عشان نحقق مهارات معروفة بالاسم كل درس بيحقق مهارة بنقول احنا بنتعلم عشان اربع اسباب عشان نعرف وعشان نشتغل وعشان نعيش وعشان نكون المشكلة ان احنا بقالنا سنين بنتعلم عشان نمتحن بس مش عشان اي واحدة من دول لو بس اتفقنا ان احنا بنبعت الولاد المدرسة عشان تكتسب شيء مش عشان المقياس الوحيد هو الامتحان احنا وصلنا لمرحلة عبادة الامتحان فهو تصدير الخوف من الامتحان بيعود على الكثيرين بمكاسب مادية وبالتالي بيغذوا هذا الخوف احنا بنقول يا جماعة ننسى الامتحان ونسأل الولاد اتعلمتوا ايه النهاردة احكيلي اتعلمت ايه في العلوم اتعلمت ايه في الرياضة نشوفه ونقول نديله جنان نقول له اقراه نشوفه بيقرا ولا لا ما نكتب فقط الامتحان يعني نفسنا ان الولاد تتعلم والاهالي يتابعوا تعلمهم ما يبقاش التركيز بس هو اللي حصل في الامتحان ان هو ريحهم اعتقد ان الترم الثاني ان شاء الله هنستمتع اكثر بالمناهج الجديده هو يمكن ولي امر بعت لي جمله تلخص القصه لما قال الامتحانات اثبتت ان مناهج سنه رابعه رائعه ودي جمله الحمد لله الحمد لله رضا المواطنين ورضا الجروبات بتاعه الماميز كمان بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي